دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده في ارتفاع في درجات الحراره. الطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل على اغلب الانحاء. في نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيره، رمال والاتربه على المناطق المكشوفه بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك. اهلا، تعبنا من الحر يا دكتور، يعني حابين نطمن من حضرتك عن اخبار الطقس النهارده، لان فعلا احنا بقالنا يمكن من الخميس اللي فات واحنا في موجه حاره مختلفه عن الوقت اللي احنا فيه حاليا. بالفعل يمكن احنا ما زالت الموجه شديده الحراره بتاثر معانا، وهي كانت موجه طويله بشكل كبير اثرت علينا بارتفاعات ملحوظه تقييم درجات الحراره. احنا معظم الايام العظمى على القاهره الكبرى بتتجاوز ال 38 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 5 درجات. احنا بعض الايام سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 41 درجه مئويه، ودي كمان قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظرف. ما زالت الموجة دي بتأثر علينا اليوم وغدا كمان الخميس إن شاء الله، وده وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لأن الكتل الهوائية الصحراوية ما زالت بتأثر علينا، وده اللي بيؤدي للارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة خلال فترة النهار. بالإضافة كمان مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على زيادة فترات طلوع أشعة الشمس الاجواء المشمسه، وبيعمل طبعا على ارتفاع قيم درجات الحراره. اليوم طبعا العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تسجل 39 درجه مئويه، في الظل طبعا المحسوسه تتجاوز ال 40 درجه مئويه لو انا تعرضت لاشعه الشمس خلال فتره النهار. محافظات الجنوب الاقصر واسوان ما بين 44 الى 45 درجه مئويه، عشان كده احنا بنقول ما زال الطقس شديد الحرارة خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الداخلية، حر على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ده بيكون طبعا فترة النهار. طبعا. فترة الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة عن فترة النهار، لكن كمان ما زالت فترة الليل أجواءها أجواء مائلة للحرارة على اغلب المحافظات. صحيح، ما عادش زي الفتره اللي فاتت كان في نسمه هواء كده لطيفه بالليل، حتى حضرتك كنت بتقولي يعني الرياح اللي موجوده دي يعني بتزيد من تلطيف الجو، ما بقتش موجوده حتى بالليل دي. بالفعل الجو كمان فتره الليل الصغرى اللي احنا بنسجلها، فترات الليل احنا كنا بنسجلها عظمى فتره النهار الاجواء الماضيه، فبالتالي فتره الليل كمان مرتفعه بشكل كبير، لكن ده هيكمل معانا لحد يوم الخميس ان شاء الله، يعني احنا كمان بكره معانا الارتفاعات بالظبط باذن الله. مع يوم الجمعه تبدا بقى تنكسر هذه الموجه، تبدا حده الارتفاعات تنخفض، ويحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بحوالي من 4 لـ 5 درجات. احنا متوقع الجمعه اللي جايه ان شاء الله العظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه، هياثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هنلاقي في سحب منخفضه ومتوسطه، كتل هوائيه شماليه، فبالتالي ان شاء الله الجمعه والسبت انخفاض في قيم درجات الحراره. بالاضافه كمان هيكون في نشاط رياح يلطف الاجواء بشكل كبير، هيكون كمان فترات الليل الصغرى هتنخفض، فان شاء الله تنكسر حته الموجه دي يوم الجمعه. يا ريت. اليوم كمان باذن الله، اليوم كمان هيكون في نشاط رياح على مناطق من القاهره الكبرى، مناطق من جنوب البلاد، لكن هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في الاماكن المكشوفه في جنوب سيناء، وخاصه في المناطق الموجوده في الجنوب بشكل كبير. صحيح. لكن مش هيأثر يعني ان شاء الله على اي. انت عارفه يا دكتور الرياح الشديده دي او المثيره للرمال والاتربه دي بتخلينا نشعر بدرجات الحراره اكتر، لانها بتجيب لنا زي ما يقول الهواء ساخن طول الوقت، يعني مش مجرد كمان ان الجو حر، لا كمان في هواء ساخن في الجو طول الوقت مع اتربه. هو بالفعل لما بيكون في نشاط للرياح هو بينقل لنا الكتله الساخنه بشكل كبير، يعني على طول لو احنا طبعا الكتل جايه لنا من اماكن صحراويه زي الايام دي، زي ما قلنا بناكد بس احنا ناخد احتياطاتنا في ال 48 ساعه اللي جايه، بس ناكد كمان ان احنا خلاص احنا في النص الثاني من فصل الربيع وبنقترب من فصل الصيف، لو احنا هنقول ان احنا في موجه شديده الحراره، احنا الايام اللي بعد كده لما يحصل اعتدال درجات الحرارة هنتحول للأجواء الحارة، فتكون السمة الأساسية إن احنا درجات الحرارة فترة مرتفعة خلاص هتكون مرتفعة بالظبط، خاصة تدريجيا مع اقتراب فصل الصيف نسب الرطوبة كمان هتبدأ تزيد في الجو. احنا في فصل الربيع بنسجل قيم درجات حرارة أعلى من فصل الصيف، لكن ما بنحسش بيها بسبب إن الربيع الرطوبة مش عالية.
نيجي على فصل الصيف هنلاقي نسب الرطوبه مرتفعه بشكل كبير. عشان كده النصايح الاساسيه بقى في الفتره اللي جايه مهم جدا بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان ده بيزود احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير. ودايما الناس بتقول ان قيم درجات الحراره اللي بنقولها مش دي اللي بنحسها طبعا، لان احنا قيمه درجه الحراره اللي بنقولها هي خاصه الظل المحسوسه. المواطن طبعا دايما بيحس بقيم درجات حراره اللي بتعرض لاشعه الشمس المباشره. بالظبط. طيب. كمان بنأكد على عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، دايما أغير درجة حرارة جسمي تجنبا لأي إجهاد حراري. تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، دفع المية في إيدي على مدار قدر الإمكان. الملابس تبقى قطنية في الفوضى فاتحة اللون، دايما يكون معايا طبعا غطاء للرأس وأنا في خارج البيت. صحيح، خاصة لكبار السن والأطفال طبعا. بالفعل وطبعا مهم ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان وارد جدا في كم سنه يحصل تغير في قيم درجات الحراره او في الظواهر الجويه. طيب اخيرا سؤالي لحضرتك عن الشبوره المائيه، هل هي مرتفعه او كثيفه الفتره دي ولا معتدله؟ هو في الطبيعي ان شبوره فصل الربيع او في النص الثاني من الربيع وبدايه فصل الصيف بتبقى شبوره مائيه خفيفه، لان قيم درجات الحراره الصغرى بتبقى مرتفعه بالشكل الكبير. فالحمد لله تاثير الشبوره المائيه مش موجود تماما. طيب. مفيش اي يعني ظواهر جويه الحمد لله ممكن كمان تاثر على حركه المرور او اي اعمال انشطه يوميه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبدا من القاهره العظمى 39، الصغرى 28، عاصمة الإدارية 40، 28، إسكندرية 36، 23، العلمين الجديدة 36، 23، مطروح 35، 24، دمياط 31، 20، بورسعيد 33، 23، الإسماعيلية 40، 27، السويس 39، 26، العريش 31، 20، كاترين 32، 14، طابة 35، 25، حلايب 37، 28، شلاتين 40، 27، شرم الشيخ 40، 27، الغردقة 41، 27، الفيوم 40، 24، بني سويف 41، 25، الوادي الجديد 44، 28، أسيوط 42، 25، سوهاج 43، 27، قنا 44، 28، الأقصر 44، 28، وأخيرا أسوان 45، 29. إن شاء الله من بكرة بإذن الله هنبدأ مساء في انكسار الموجة الحارة، وتعود الأجواء مرة تانية من يوم الجمعة والسبت تكون لطيفة معتدلة كده على أغلب الأنحاء. مش هنتعرض طبعا الفترة دي خلال النهاردة وبكرة لأشعة الشمس المباشرة، خاصة للأطفال وكبار السن، وشرب كميات كافية من المياه طوال النهار.